السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أونلاين كراش جروب، شو أخباركم؟ كيف صحتكم؟ اليوم حابين نعمل انترفيو سبيشل مع عضو من أعضاء كراش أونلاين جروب. تعرف فيك يا محمد؟ محمد نصار. محمد نصار من العين. شو سيارتك يا محمد؟ لكسس الاس 430. موديل 2003. طبعا محمد عنده كان مشكلة في السيارة، وداها لجراج بدون ذكر أسامي في صناعية العين، واكتشف بعد لا طلع السيارة من جراج بعد فترة هو عم بسوق صارت عيونه يحرقوا، صار احتقانات عنده، ولاده صاروا يلتهبوا لوزهم، فشك انه في شيء مش طبيعي. رجع للجراج قال له ما فيش اشي، كل اشي طبيعي، فاجا لعندي. طبعا المفاجأة كانت شو؟ مفاجأة انه صاحب الجراج فك الدبة، امسكوا عبد الله، فك الدبة من هون احترافي مش قصة، فكها راح نفضيها. فضاها تفضي، شوفوا، وهي الثانية، هاي الثانية، فك اثنين، هاي الأولى وهاي الثانية. احنا طلبنا منه انه يجيب دبات عن هاي الدبة، طلبنا منه يجيب دبات من السكرات، ركب له اياها، الله المستعان. زين؟ طيب، وقعت السيكرة. طيب هسا هذا انا بخليني يعني افكر بموضوع يوم ما الشباب اثاروا موضوع انه مش لازم تترك السياره عن جراج. والله هسا خليني افكر بصراحه بالكلام هذا، انه فعلا كلام واقعي، المفروض انا ما اتدخل، مش كل اللي اخذ على عاتقي انه كل الجراجات حراميه، بس كمان مش كل الجراجات امينه صراحه. فعندهم حق الشباب، خصوصا بعد ما شفت بعيني انا سياره زي هاي، ما حاسب انه شب مونوكسيد او اكسيد الكربون اكثر ماده مسرطنه على وجه الكره الارضيه. فاني يفك له الدبات، يفضي له اياهم، هاي الدبات الاصليه، هاي الدبات، هاي الدبات الاصليه، وهاي وهاي السياره زي ما شايفين، شوفوا شايفين الدبات، شايفين كيف؟ ف شو حابب تضيف يا محمد؟ والله ما بعرف شو بدي احكي لك، يعني انا جيتك من العين. بس انه بالنسبه لموضوع ال انت جاي على العرض، انت جاي على العرض، بس المسكين هذا اللي فضوا له الدبات وهو ما معه خبر. انت طبعا اكثر شيء بيهمك صحه اولادك. صحيح، اكيد. وانت حسيت انه صار احتقانات وعينهم تحرقهم ما شكيت بالموضوع؟ انا يعني اخر شيء قلت، يعني شفتك على الاونلاين، قلت خليني اشوف، يعني شوف لي حل المشكله. وكانت مفاجاه تعيسه. بس الله ستر، الحمد لله الاولاد كلهم صحه كويسه، الله يحميكم. واحنا دائما بالمرصاد للنماذج المريضه هاي اللي بتعبد الدرهم، وما بيهموا صحه الناس ولا بيهموا سلامتهم، اهم شيء بس انه يحط بجيبه 200 درهم يروح يتفرج، يروح يتقلعص فيهم سم هاري، ولا يروح فيهم على السينما. بتمنى حبيبي العفو، بتمنى تكونوا استفدتوا، وهي تكون عبره مهمه جدا لكل واحد. السلام عليكم. ماشي.